مرحبا جميعا، رح أسجل أساسيات مادة البروغرامينج لكل الطلبة اللي فات عليهم المحاضرات الأولى. فرح أسجل في الأول كيف إحنا ممكن نستخدم البرنامج ونشغله، وكيف ممكن نستخدم أساسيات أو نتعامل مع أساسيات سي شارب. طبعا النقطة الأولى هو إحنا بنحكي في هاي المادة، في مادة البروغرامينج، عن لغة اسمها لغة سي شارب. وزي أي لغة إحنا بنتعلمها في حياتنا، في إلها أساسيات وفي إلها رولز، يعني في إلها قواعد لازم نمشي عليها ونعرفها. البرنامج اللي بنشتغل عليه هو فيجوال ستوديو 2017، اللي هي اللوجو هذا تبعه الموف. في لوجو شبيه فيه حتشوفوه اللي هو أزرق، لكن لبرنامج تاني اللي هو الفيجوال ستوديو كود احنا بنشتغل عليه هو الفيجوال ستوديو نسخة 2017. حبدأ مباشرة عشان أبدأ أشتغل على بروجكت جديد، فايل نيو بروجكت فيجوال سي شارب. هاي الإشارة هذه هي الشارب اللي بنسميها فيجوال سي شارب، لإشارة السلمة. طبعا احنا بنتعلم لغة السي شارب واساسيات لغة السي شارب، لانه احنا بعد هيك بنتعلم كيف احنا نبني ويب سايتس باستخدام الدوت نت فريم ورك، هذا في الفصول القادمة. فاحنا في المادة هاي بنتعلم بس اساسيات انه احنا كيف نفكر وكيف الكونسبت تبع البرمجة بيصير. فيجوال سي شارب كونسول اب دوت نت فريم ورك، لانه احنا مبدئيا بنشتغل على شاشة سوداء، لانه احنا مش كتير بيعنينا انه احنا نشوف الوان وواجهات، عاد ما احنا بيعنينا في المادة هاي انه احنا نفهم الاساسيات والمفهوم تبع البرمجة وكيف البرامج ممكن تشتغل. هنا في اللوكيشن وين انا بدي اخزن الشغل تبعي، بختار انا وين بدي اخزن الشغل تبعي، وليكن في الفولدر هذا على الجي كي واي تي سي بروجرامينج. طبعا احنا في الكلية دائما بنخزن على قرص الاي، بنخزنش اكيد على السي، لانه اي حاجة على السي اللي هي تشمل ديسكتوب دوكيومنتس هالشغلات كلها، من حد ما نعمل ريستارت للاجهزة بتنحذف الملفات. ممكن نعطي نيم للبروجكت تبعنا، بدي اسميه انا اللي هي ليكتشر 1، وهي اوكي. بننتظر قبل ما يعمل كرييت للبروجكت ويفتح لنا الصفحه اللي حنشوفها الاتا. شوي احنا بنصبر عليه لان البرنامج مش كتير سريع. فتحنا الانترفيس الرئيسية، مش هحكي كتير في الانترفيس الرئيسية. بدي احكي انه هاي هنا بيكون عنا في program.cs بيكون عنا الكود. الكود زي ما احنا شايفين هو بيكون كاتب لنا جزء من الكود، ما انه احنا لسه في البداية، فمش هحكي على تفاصيل كتير بالانترفيس وايش الكلام هذا اللي طلع لنا. كل اللي بيعنيني انه نعرف انه احنا هاي في ملف program.css.cs بنكتب الكود تبعنا. عنا هذه الايكون تاعت ستارت، لما بعد ما اكتب الكود وبدي اشغل الكود واشوف ايش النتيجة تاعته راح اضغط على ستارت. اذا في ايرور، اذا في عنا اخطاء في البرنامج مش حيشتغل. في عنا هنا نيم سبيس كلاس ستاتيك فويد مين، هاي التفاصيل مش كتير بعنيني هالقيقة ان انتو تعرفوها. كل بعنيني انتو تعرفوا ان احنا بنكتب الكود تبعنا هنا في المنطقة هاي. يعني في عنا هنا شايفين احنا النيم سبيس والكلاس والستاتيك، وفي عنا 3 براكتس اللي هي الاقواس هذه المائلة بنسميها كيرلي براكتس، فاتحة ومسكرة، احنا بنكتب بينهم. هلأ لو انا غيرت في الكلام المكتوب هنا، في شغلات هي رولز وقواعد أساسية، فلو أنا غيرت فيها حنلاحظ إنه بيصير عنا مشكلة. لو أنا ضغطت ستارت هو اوريدي مباشرة في عنا خط أحمر، زي ما في الوورد بيعطينا خط أحمر لما يكون في عنا ايرور، فمباشرة حنفهم إنه في ايرور. ولو انا عملت ستارت مباشرة حيقول لي there were build errors، وبالتالي حفهم انه في error، مباشرة حيعطيني انه في errors صارت، لانه هذا الكلام مش صحيح اللي انا عملته. الفانكشن الاولى احنا نعرفها، او الامر الاول احنا نعرفه هو الكونسول
كونسول اللي هي انه احنا اخترنا كونسول في البدايه لما عملنا كرييت للبروجكت. الكونسول اللي هي جماعه الشاشه اللي هقيت حنشوفها كونسول دوت رايت. كونسول دوت رايت هي كلمه واحده، السي كابيتال لتر، دبليو كابيتال لتر. لازم ننتبه للشغلتين هدول، لانه لو احنا كتبناها سمول لتر مش هيتعرف عليها. كونسول دوت رايت، لو قلت له هالو وعملت ستارت، لاحظوا انه جملة console.write في إلها طريقة معينة في الكتابة، هلأ حنحكي عنها. انه احنا فتحنا قوسين، هاي عملنا start، هاي الشاشة السوداء ظهرت بس هتختفي مباشرة لأنه لسه البرنامج ناقص. console.write احنا بنكتب، نرجع تاني نكتب console.write، هنلاحظ انه بيعطينا suggestions، بيعطينا اقتراحات الفيجوال ستوديو كود، لكن ما نركنش انه دائما بيعطينا اقتراحات، لانه ممكن مش عارف وبيقترح بناء على الحروف اللي احنا بنكتبها، الحروف اللي احنا بنكتبها، وبالتالي هو ممكن يقترح لكن احنا نختار الاقتراح يكون احنا اخترنا اقتراح غلط. console.write، وفي عندنا brackets عاديه، وفي عندنا في النهايه الجمله البرمجيه بتنتهي بفاصله منقوطه بنسميها سيمي كولون. جوا القوسين هدول في عنا اللي هي الدبل كوتيشنز، اللي هي الشيفت مع طا بتعطينا دبل كوتيشنز. طبعا في ستارت وفي اند، يعني في تنتين وانا بكتب بينهم زي البراكتس، انه عندي بدايه ونهايه، يعني ستارت براكت واند براكت، بكتب جواتهم. ايش ما اكتب انا جواتهم هو فعليا المفروض يطلع لي اياه على الشاشه. لو انا قلت مثلا هالو اي بزنس، لو انا كتبت الدبليو هذه سمول لتر وقلت له ستارت، هنلاحظ انه قال لي في ايرور. ليش؟ لانه الدبليو كابيتال لتر، وبالتالي اللغه هاي كيس سنسيتيف، يعني هي حساسه اذا الحرف الكيس تبعته كابيتال لتر او سمول لتر. كونسول راح اضيف امر عشان تثبت الشاشه السوداء عندنا، واقول له دوت ريد كي، هي فانكشن مباشره ما بتاخدش، يعني بين البراكتس ما فيش، ما بتاخدش حاجه. الار كابيتال لتر، الكي كابيتال لتر، كلها كلمه واحده، ما فيش عندنا سبيسز. لو وهيك هنعمل ستارت، هنلاحظ انه طبع لنا على الشاشه هالو اي بزنس. لاحظوا انه وين الكيرسور واقف؟ الكيرسور واقف بعد كلمه بزنس مباشره. يعني لو انا اجيت كتبت هنا كونسول دوت رايت سي شارب سيمي كولون نهايه الجمله وعملت ستارت، هيكتب لنا السي شارب جنبها. طيب كيف انا بدي انزل سطر؟ يعني كيف انا بدي بعد الاي بزنس ينزل سطر؟ معناها انه هو في برنامج الفيجوال ستوديو نفسه بفهمش انه هذا سطر جديد. في عندي طريقتين، الطريقة الأولى اللي هي البسيطة، انه انا ممكن احط سلاش ان، سلاش ان، سلاش جماعة عادي من الكيبورد، سلاش اللي هي فوق الانتر، وان سلاش ان يعني تعني نيو لاين، يعني انزل سطر جديد، يعني اكتب هالو اي بزنس وانزل سطر جديد، وبعدين بيجي هنا اكتب سي شارب. فلو عملنا ستارت هالو اي بزنس، هي بالضبط هالو اي بزنس سلاش ان يعني نيو لاين سي شارب. طيب ايش الطريقه الثانيه؟ انا قلت في طريقتين، لو انا بديش استخدم سلاش ان، في عندنا رايت لاين، في عنا رايت لاين. رايت لاين يعني اكتب وانزل سطر، يعني اكتب هالو اي بزنس وانزل سطر. طبعا رايت لاين كلمه واحده، الدبليو كابيتال لتر والال كابيتال لتر، نفس الناتج اعطتنا هالو اي بزنس. رايت لاين يعني اكتبها وانزل سطر، هاي سي شارب. الكيرسور واقف وين؟ بعد الشارب. ليش؟ لانه رايت سي شارب، يعني اكتب سي شارب وضلك قاعد جنب السي شارب، ما تنزلش سطر جديد. طيب زي سلاش ان في عندنا كمان حاجه اسمها سلاش تي. لو انا قلت سلاش تي ليفل 1 هالو اي بزنس، اعطاني مسافه مش شايفينها كتير لانه هذه السلاش تي بتعطي سبيس، والسبيس هذه على حسب اعدادات البرنامج محدد لسبيس، يعني اكم سبيس. سلاش تي زي فكره التاب في الكيبورد، التاب في الكيبورد
ممكن تعطينا 4 مسافات، ممكن تعطينا 8 مسافات. يعني بدل ما أنا أضغط 4 مسافات أو 8 مسافات بالمسطرة، أنا بضغط تاب. وبالتاب زي هيك، لو أنا ضغط تاب هيك بالكيبورد حتعطيني التاب هذه. طب هلقيتها في حل أنا أعمل التاب هذه. في حل إنه أنا لو اجيت هنا قلت له مثلا سلاش تي سلاش تي سلاش تي 3 سلاش تي، فهو فعليا مش هيعمل 3 سبيسز، هو هيعمل مسافة كبيرة. اوكي، هو هيعمل مسافة كبيرة كأني انا ضغطت على اللي هي التاب 3 مرات. هذا اذا انا بدي اعمل سبيس ومبديش اقعد اعملها بالسبيس بار، يعني بشريط المسافات اكتر من مرة. هذا بالنسبة لسلاش ان وسلاش تي. عشان برضو نكمل النقطة هاي، لو أنا بدي أكتب سلاش أن، لو بدي أعمل أنا نيو لاين بعمل سلاش أن، لو بدي أعمل تاب بعمل سلاش تي. طيب لو أنا بدي أكتب ليفل 1، هذه رقم 1 بدي يطلع بين كوتيشن، يعني بدي يطلع زي كده، بدي يطلع بين علامات تنصيص. طبعا لو أنا عملت ستارت مباشرة حلاحظ قبل ما أعمل أصلا إنه صار عندي خط أحمر وبالتالي في عندي إيرور. طيب معناه هو الكوتيشن هاي لحالها جوا النص ما بتعرفش عليها. عشان أنا أطبع الكوتيشن زي ما بطبع النيو لاين بسلاش ان والتاب بسلاش تي، في عندي سلاش كوتيشن سلاش كوتيشن. يعني هلا هي هذه، هي هالو اي بزنس، هي هذه الكوتيشن الاساسيه تاعت الرايت. لو انا بدي اكتب جواها، لو انا بدي اكتب جواها واحد زي كده، هذا الواحد حيطلع لنا من غير كوتيشن. هاي يا جماعه تمام. لكن لو انا عملت كوتيشن هيعمل لي ايرور. تمام، يبقى انا كيف بدي احل الموضوع هذا؟ بدي اعمل سلاش كوتيشن. قبل الكوتيشن، قبل علامات التنصيص، بحط سلاش. بالتالي لو انا عملت ستارت هيطلع لنا الواحد بكوتيشن. طيب لو انا بدي اعمل الواحد برضو زي ما هذه طبعت لي كده واحد. اوكي، هنحكي عن هذا الاخضر اللي اشتغل اخضر. انا بدي تطبع، لو انا بدي اطبع واحد زي كده باك سلاش، هاي سلاش بالعكس واحد بعدين باك سلاش. نفس الفكرة انه انا لو كتبت باك سلاش لحالها زي كده مش هيطبع اشي، او هيقول لي ايرور اساسا، مش هيطبع. فنفس الفكرة، زي ما في احنا عنا سلاش ان، زي ما في عنا سلاش ان وفي عنا سلاش تي، في عندنا سلاش كوتيشن دبل كوتيشن، في عندي سلاش 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 سلاش. ايش حتطبع؟ حتطبع سلاش واحدة، هاي سلاش سلاش وهي سلاش سلاش، هاي ستارت، هاي الأولى، هاي طبعت الواحد بكوتيشن، الثانية طبعت اللي هي السلاش واحد. تمام هيك؟ احنا هيك عرفنا انه احنا كيف نطبع جملة أو نطبع نص على الشاشة السوداء، كيف نطبع نص بأكثر من سطر، يعني أستخدم نخليه ينزل سطر، بستخدم رايت لاين أو بستخدم سلاش أن. تعلمنا كمان شغلات بالفورماتينج اللي هي سلاش تي وسلاش كوتيشن وسلاش سلاش، اللي هي لو أنا بدي أعمل فورماتينج بحيث أنا أنزل سطر أو أعمل مسافة أو أحط علامات تنصيص أو أحط سلاش في النص. ما دون ذلك ما فيش أي مشكلة، يعني أنا ممكن أكتب نص إيش ما أكتب هنا، ممكن أكتب نص مثلا أرقام، ممكن أكتب نجوم، ممكن أكتب علامات دولار، إيش ما أكتب رح يطلع على الشاشة، ما فيش أي مشكلة. تمام؟ طيب نرجع كده ونقول هلو. قبل ما أنهي الفيديو هذا بدي أحكي بنقطة اللي هي الكومنت. ايش يعني كومنت؟ كومنت هي جملة او نص احنا بدنا نضيفه في البرنامج، لكن ما بدناش اياه يعمل خطأ. يعني زي انا تو لما بدي اوضح لكم بقول لكم قاعدة انه سلاش ان يا جماعة سلاش ان سلاش تي، طب انا هيك لما اشغل حيقول لي ايرور. او حتى لو بدي اكتب مثلا انا اقول هنا انه هذا الفيرست، انه هذا الفيرست بروجرام فور اي بزنس ليفل 1، هيك حيخرب البرنامج، حيعتبر هذا ضمن الكود، حيعتبر هذا ضمن النص البرمج اللي انا كتباه. وبالتالي انا عشان اكتب حاجه زي هيك بحتاج اشي اسمه كومنت. كيف الكومنت بنعمله؟ اذا سطر واحد بعمل باك سلاش مرتين وبكتب ايش ما بدي. لما اكتب ايش ما بدي هذه هيطلع بلون اخضر، لو عملت ستارت ومش حيتعرف عليها كانها مش موجوده نهائيا. اكتبوا فيها اللي بدكم اياه كانها مش موجوده، واكتبوا وين ما بدكم. يعني انا ممكن اجي هنا كده
واقول له this is a video recorded for new e-business students level 1 ولا اي مشكلة. تمام. لو انا هذا الكومنت بنفع اذا انا عندي سطر واحد، يعني لو انا نزلت كده سطر تاني خلاص حيروح الاخضر حيبطل كومنت. لو انا عندي اكتر من سطر بعمل باك سلاش ونجمة، شوفوا كله صار لتحته اخضر، وبنهي وين ما بدي. انا مثلا في عندي هنا نص وبدي انا اخلص الكومنت هنا، فبنهي بالعكس نجمة باك سلاش، فصار بس هذا الجزء أخضر. هذا إذا كان أنا عندي أكتر من سطر وبديش أقعد أعمل أوقف واحد 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 واحد، وقفهم كلهم مرة واحدة. هاي ستارت، ما فيش أي مشاكل. فهيك يا جماعة خلينا نعملهم إحنا في كومنت. إحنا في البرنامج هذا اليوم عرفنا إنه، أو في الفيديو هذا عرفنا الفيجوال ستوديو 2017 اللي حنشتغل عليه، عرفنا كيف نعمل كرييت لنيو بروجكت، كيف نسيفه ونغير الكونسول، نغير النيم ونغير اللي هي السوليوشن نيم ونغير مكان الحفظ. تعلمنا اللي هي الرايت، وتعلمنا الرايت لاين، وتعلمنا الكومنت، وتعلمنا السلاش ان والسلاش تي والسلاش كوتيشن والسلاش سلاش، وتعلمنا كمان انه احنا لازم نحط اللي هي الكونسول دوت ريد كي في الاخر عشان تثبت لنا الشاشه السوداء ونشوف الناتج على الشاشه السوداء. تعلمنا كمان احنا الكود البرمجي اللي بيطلع اول ما نعمل كرييت نيو بروجكت، ما نغيرش فيه وما نلعبش فيه. تعلمنا كمان انه احنا عشان نشغل البرنامج بنضغط على ستارت من هنا، واذا في عنا ايرورز لازم نصلحها عشان نقدر نشوف البرنامج ونشوفه على الشاشه السوداء. هذا الفيديو الاول. في الفيديو الثاني راح احكي على موضوع الفاريبلز.